لدي محل بقالة لكن أقوم بشراء التلاجات والحديد التسليح والإسمنت عندما يطلب مني الزبون. يعني حضرته شغال إيه؟ مخلصاتي. الزبائن بتوعه بيجوا يشتروا بتاعه وعاملين صحبية لأن ده البقال بتاع الحي. فقال والله أنا ببني دور لابني فوق وأنا عايز حديد تسليح وشوية اسمنت. يقول له حاضر، ويروح يشتريه 200,000 جنيه، يبيعهم له 220. التاني يقول له ده أنا عايز تلاجة عشان بنتي بتتجوز، يروح يشتري له التلاجة 10,000 يبيعها له 12. فهل ده يعني صحيح؟ هذه المرابحة، هذا عقد أجازه الإمام الشافعي المرابحة، والآن سموها المرابحة للآمر بالشراء. يعني أنا هرابح معاك، هشتري وهبيع لك بالزيادة بالتقسيط بعد أمرك أنت ليا بالشراء، وهو نص عليه الشافعي في الأم.